السلام عليكم. في هذا الفيديو غندير التصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2020. موضوع مادة اختبار التوليفي في المواد المهنية جزء جوج شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الصيانة الصناعية. فوالا، في هذا البارتيا الأولى هي هذا العام كان في دو سي جي، مي البارتيا الأولى اللي هي غنخرجها دابا هي بحال بحال، ما كاينش ديفيرونس انتر سي جي الاول والسي جي الثاني. في هذه البارتي اللي هي كومين انتر دو سي جي او لي سي جي دو، عطاو ميلانجور دو غا ديالك بريزونطاسيون. لا فيغور سو دو سو ريبريزونت ان ميلانجور دو غا دو بلي اي دو مايس داو لو ميلانج اي ديستيني على ليمونطاسيون دي بي تي. فوالا، عندنا في السيستيم فوالا موتور ريليكتور ميكانيك دو فيتاس تريمي مايس فيس سون فاه فيستون فاه، يعني تدير ليكولمون ديبلي ديبلي او ليكولمون دو مايس افكتي دو ان فيس ان فيس سون فاه اوريزونتال انتريني بار ان موتور الكتريك اترافيغ ان ريدكتور ريدكتور ميكانيك دو فيتيس. وكاين تخيمي بلي وكاين ليكولمون ديبلي. ليكولمون ديبلي سيفكتي بار لوفيرتير دين تراب كوموندي بار ان فيغا دوبل اف. فوالا، عندنا تراب هو اللي كاين ان لانفيريور دو تريمي دوبلي ابارتي لو فيرا اش يدير تيدينا لو فيرتير فيرميتير دو تراب دو لا تريمي دوبلي اي بار كونسيكونس عندنا واحد لا سورتي دونك بار كونسيكونس لا سورتي دوبلي يعني الكونتيتي دوبلي اللي على سورتي دو تريمي سو شانج يعني كو سوا ديميني او اوغمونتي سولون سولو لو كونسين اللي تنعطيوها لوفيرا. و لوبجيكتيف من هاد السيستيم هو اننا نتحكمو في لا كونتيتي دوبلي ميلونجي افيك لو مايس، وبالتالي تنتحكمو في نوعيه الدقيق الدقيق، لان هاد السيستيم غالبا هاد السيستيم تيكون في المطاحن، يعني قبل ما نديرو الطحين ديال قبل ما نطحنو المايس والبلي خاصنا نميلونجيو و افيك واحد الكونتيتي كونتيتي ديال البلي افيك لو ميس تعطينا واحد الكاليتي في الدقيق. بالنسبه هنا للسيستم قال لك ترانسميسيون بارتي بروميير بارتي اللي كما قلت لك قبيله انها ستان بارتي كومي انتر السيجي الاول والسيجي الثاني. اون اتيد دي سيستم دو روتاسيون دو لا فيس سون فا. La figure ci-dessous présente le système de rotation de la vis sans fin asséré par un système moteur réducteur. Voilà, on a le moteur réducteur, pignon A, Rho 1, بالنسبة le pignon 2, Rho 2. Après la sortie du réducteur, on a la vis sans fin. On a donné une notation. On a donné une notation, بالنسبة le Nm, c'est la sortie, c'est la vitesse de rotation du moteur. PM c'est la puissance disponible sur l'arbre moteur. يعني سد PM هي اللي كاينه في اللونتر ديال بينيو اه. وبالنسبه ل PR puissance disponible sur l'arbre récepteur c'est-à-dire PR هي اللي كاينه في لا سورتي ديال لا رو لا سورتي في ديال لا رو 2. قال لك بالنسبه للكيستيون الاول قال لك لا ترانسميسيون دو موفمون de rotation du pignon 1 à la roue 2 est-elle obtenue par obstacle ou par adhérence? On a coché la bonne réponse. Voilà, suffit par adhérence. Quelle question de exprimer le rapport global des réducteurs de vitesse RV en fonction ZS, Z2, Z3, Z4. On a le rapport global est égal le produit dit le produit dit des dents. Nombre de dents entrées sur le nombre produit des nombres de dents sorties, c'est-à-dire on a RV est égal Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z4. Exprimer, calculer la vitesse de rotation NS à la sortie du réducteur. On a RV est égal NS sur NM, donc NS est égal RV fois NM. Exprimer, calculer le couple CR à la sortie du réducteur, on a 3 points. مي افون في الكيستيون 3 كيستيون ساهل مي
الخطأ في لابليكاسيون نيميريك سيتادير ان غيدي تقريبا كاع لي كيستيون في لابليكاسيون نيميريك ديال الكيستيون 4 و 5 و 6. علاش قلت لك الهضره؟ حيت كاين شي تلاميذ بانوا لي انه في التصحيح بدل انه يدير اغ في 0.0031 دير 0.031. هو اصلا يعني اغ في ديجا كاينه وديجا كاين لا فالور ديالها وخطأوا فيها. مهم كيستيون كوبل كوبل ريديكتور تساوي هو تساوي بي ار على اوميغا اس. فوالا عندنا بي ار عندنا ان سي لو روندمون دو موتور ريديكتور ايتيغال بي تساوي بي ار على بي ام. دونك بي ار هي لو روندمون فو بي ام. وعندنا اوميغا اوميغا اس هي دو بي ان اس وان اس ديجا كاركينا في كيستيون 3. كاسو لي دو برينسيبال فونكسيون دو ريديكتور اون دو دو فونكسيون. كاين الفونكسيون الاولى هي ترانسميسيون سون ترانسفورماسيون دو موفمون افيك موديفيكاسيون دو فيتاس دو روتاسيون. والفونكسيون الثانيه هي اوغمونتي لو كوبل دو موتور. فوالا غادي نزيد هذا التصحيح. كيستيون ا بار اديرونس تكوشي ديجا كاين داك بار اديرونس. بالنسبه لكيستيون 2 ار في تيكال زد اه فوا زد 3 على زد 2 فوا زد 4. بالنسبه لكيستيون 3 عندنا ار في تيكال ان اس سير ان ام. دونك ان اس ايتيكال ار في فوا ان ام. ابليكاسيون نيميريك ان اس تساوي 0.031. اتونسيون اتونسيون بنادم يدير 0.31 0.031 في 1410 تعطيك 43.71 تور بار مينيت. بالنسبة لكالكيلي لو كوبل دو ريديكتور عندنا بي ار ايتيغال لو كوبل فو اوميغا اس. دونك لو كوبل ايتيغال بي ار سير اوميغا اس افيك بي ار سير بي ام البويسونس ريديكت دو على سورتي دو ريديكتور سير لا بويسونس ميكانيك بويسونس على سورتي دو داربور دو موتور ايتيغال لو روندومون. دونك بي ار ايتيغال لو روندومون فو بي ام. انا اوميغا اس ايتيغال دو بي ان اس 60. دونك كوبل دو ريديكتور ايتيغال 60 فوا لو روندومون فوا بي ام سير دو بي ان اس. ابليكاسيون نيميريك اون تروف كو كوبل ريزيستيف ايتيغال كوبل دو ريديكتور ايتيغال 147.54 نيوتن متر. كاركتيريستيك دو لا رو غو واحد. بالنسبة للطابلو ها هو ديجا هو هذا. بالنسبة قالك الفورميل بالنسبة للدي ا الفورميل دي ا تنعرفو هي ام زد اه. ابليكاسيون نيميريك اون تخوف عندنا ام ايتيكال دو زد ا ايتيكال 40 دونك 80 مليمتر. بالنسبة لاش ا هي ام هي جوج. اش اف هي 1.25 ام يعني 1.25 في جوج هي 2.5. اش هو اش ا بليس اش اف تساوي 2.25 ام تساوي 4.5. دي اف هو دي موان دو اش اف اللي هي 80 ناقص 5 تساوي 75. بالنسبه لبا هو بي ام تساوي 6.28 هي 2.3.14. بالنسبه للفونكسيون دو فونكسيون دو ريديكتور كاين ترانسميسيون سون ترانسفورماسيون دو موفمون افيك موديفيكاسيون دو فيتاس دو روتاسيون وكاين لو اوغمونتي لو كوب. بالنسبه لهاد اوغمونتي لو كوبل كيفاش بوركوا يعني جيستيفيكاسيون. هاد جيستيفيكاسيون ما كايناش في ليكزام مي غير اش نبقاو عاقلين عليها يعني بار ديمونستراسيون بلا غولاسيون. اون سي ار تيكال بي ار سير اوميغا اس. دونك هاد بي ار تساوي دو بي ان اس 60. دونك كوبل ريزيستيف يقال 60 تنا ان لو روندومون فو بي ام سي دو بي ار في ان ام. دونك لو كوبل ريزيستيف يقال لو روندومون سير ار في فو 60 بي ام سير دو بي ان ام. دونك هاد بي ام و ان ام هو الكوبل كوبل ديال الموتور كوبل موتور.
حنا عندنا اوبجيكتيف نحطوا لا غولاسيون، كاين واحد الفونكسيون اونتر لو كوبل موتور اي لو كوبل على سورتي دو ريدكتور. فوالا كوبل على سورتي دو ريدكتور اي تيغال ان لو روندومون سير لو رابور دو رابور جلوبال دو ترانسميسيون في لو كوبل موتور. بويسكو ار في صغر صغر بزاف من ان دير كوبل ابليكاسيون نمبر كونتخوف كوبل على سورتي دو ريديكتور اي تيكات 29 كوبل موتور. دونك اون لوغمونطاسيون لو كوبل دو موتور تتملتيبلي تقريبا في 29 مره. دونك لو ريديكتور اوغمونت لو كوبل دو موتور. هنا علاش نقولو بارمي لي فونكسيون برانسيبال دو لو ريديكتور ميكانيك سي اوغمونتي لو كوبل تيت اوغمونتا. دونك هذه هي البارتي ديال السي جي. بالنسبه للبارتي الثانيه يا غادي نخرج البارتي ديال المينتونونس والصيانة. السلام عليكم.